بالامس نوهنا عن احداث رياضيه سعيده بالنسبه للاسكندريه، سواء فوز فريق كره السله بنادي سبورتنج ببطوله الدوري المرتبط، كان قلنا خبر اخر يمكن اللي هو صعود فريق كره اليد بنادي اصحاب الجياد لدوري المحترفين لاول مره بتاريخه. يمكن نزلنا لقطات من المباراه النهائيه، مش النهائيه يعني، كان هو لعب مباراتين ورا بعض، اول امس وامس لعب مع 6 اكتوبر والداخليه، فاز في المباراتين. اعتقد بقى له مباراه يمكن مع دمنهور، لكن النتيجه غير مؤثره وصعد كده الدوري المحترفين. هنينا الجهاز واللاعبين ونزلنا لقطات جميله، لكن يمكن ما تمكناش من ان احنا نعمل مداخله. معانا حاليا محمد العزيزي المشرف على فريق كرة اليد، وانا قلت لكم هو كان بيحلم بان هو يحقق يعني انجازات مع كرة اليد في نادي اصحاب الجياد، وهو ايضا عضو منطقة اسكندرية لكرة اليد. الو الو، اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك حضرتك. اولا الف مبروك، فرحة كبيرة. يمكن انا عارف انت بتحب كرة اليد، وكنت غاوي مع البدايات ان انت يبقى حلمك ان يبقى في فريق لنادي اصحاب الجياد في دوري المحترفين. الله يبارك في حضرتك، وحضرتك يمكن عاصرت معانا وشفتنا يا احمد بيه من 4 سنين، وده حلم احنا مستنيينه وبنشتغل له بقالنا 4 سنين. تمام. والحمد لله ان ربنا وفقنا في النهايه وحققنا الحلم ده. ايوه. وبس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني الحلم ده يمكن انا كنت مع سعادتك وفي الاستوديو وجهت نداء مباشر للمسؤولين عن الرياضه في مصر. ايوه. وقلت لهم ارجوكم يا جماعه بلاش توقفوا نشاط رياضي، وساعدونا ان احنا نشغل بال ووقت الناس ديت اللي واقفه في الشوارع. صح، كلام مظبوط. والحقيقه يعني برضو كان الاتحاد السابق برئاسه الاستاذ فهد هادي فهمي، وللاسف ما استجابوش رغم المحاولات العديده اللي قاموا بيها. ايوه. ولكن لما جاب الدكتور خالد حموده بقى، يعني ربنا يبارك له، وكابتن سعيد عبد المنعم، الظروف اتحسنت كمان شويه برضه، عشان يعني كان اجرى قرار واول اتحاد يا استاذ احمد تاخد بمواصله النشاط. أيوة. اتحاد كره اليد، والحمد لله ربنا وفقنا واستكمل البطوله، والحمد لله وصلنا اللي احنا كنا بنتمناه من 4 سنين و5 سنين، حلم كنا بنسعى له، الحمد لله ربنا وفقنا فيه. الحمد لله. الحمد لله. كابتن عزيزي، يعني الصعود برضو عايز التزامات وامكانيات، وعايز يعني ممكن تدعيم بلعيبه، يا ترى ايه الامكانيات اللي هيقدمها نادي اصحاب الجياد للفريق؟ والله يا استاذ احمد، لو حضرتك فاكر زي ما قلت سعادتك امبارح، انا كنت متابع طبعا حلقات حضرتك على طول، حضرتك عارف يعني انا من المتابعين الجيدين لحضرتك يعني. اشكرك. ونزلنا لقطات لمباراه الداخليه امبارح. ايوه طبعا 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 انا شفتها طبعا، تمام. لو حضرتك شفت قلت ان ده كان حلم فعلا لنا. احنا من يعني اللجنه الرياضيه في النادي عندنا الحقيقه واقفه ورا الفريق، واقفه ملهاش وصف، ملهاش يعني، بتقدم كل ما تستطيع. زي ما بقول لحضرتك، يمكن احنا النادي الوحيد والنادي الاول في مصر اللي بثينا مباريات كره اليد بث مباشر على الانترنت عن طريق المنسق الاعلاني الاستاذ اسامه الشراوي، لو حضرتك تتابع. أيوة. كان بيوصل متابعين معانا حوالي 7-8 آلاف مشاهد في كل مباراه. أيوة. الفترة اللي جاية يعني اعتقد ان هو طبعا لازم، انت عارف حضرتك وقت ان انا يعني خلاص انا استقلت من اللجنة الرياضية ومن الاشراف، رحت منطقة اسكندرية لكرة اليد. عارف حضرتك المنطقة. فهي خلال الفترة اللي جاية انا اعتقد طبعا لازم يكون لهم ترتيبات تانية، ولازم يكون لهم تدعيمات تانية. خصوصا ان هم كل سنة مع المدير الفني كابتن وليد السيد والجهاز بتاعه المعاون. كان كل سنة بيدعموا بلعيبة وبيدعموا برضه حتى الجهاز نفسه بيدعم. تمام. انا اقصد ميزانيه النادي، هل النادي عنده يعني ما عندوش مانع انه يصرف على 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 فريق بحيث انه يبقى بشكل جيد ويستمر في دوري المحترفين، ولا يمكن حلم الصعود وكفايه يعني؟ لان دي برضه بتبقى عايزه ميزانيه، يعني امكانيات اللاعبين والجهاز والمدربين بتبقى عايزه دعم يعني. وانا اعتقد بعد اللي وصل له يعني، ما اعتقد ان هو لا يستطيع احد او لا يستطيع جهه ان هي تبخل على الانفاق على هذا الفريق. طبعا. هذا الفريق حقق ما لم يحققه نادي في مصر. ان هو يصعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، للممتاز ب، للممتاز الف، للمحترفين مباشر بدون توقف ولا محطه. ده يخلي الناس مجبره ان هي لازم تساعد الناس دي باي شكل من الاشكال، يطلب دعم بقى من الشباب الرياضه، يطلب دعم من النادي. وانا اعتقد ان مجلس الاداره والاستاذ احمد جنيد مش باخر اطلاقا على الفريق ده بشيء، وكان حلم شخصي له على فكره. أيوة. كان كلمني الراجل قال لي انا حلم شخصي ليا ان انا يبقى عندي فريق في دوري المحترفين. فاعتقد ان هو بعد اللي وصلوا له ما اعتقدش ان هم يستطيعوا ابدا ان هم يتراجعوا عن ان هم يكملوا المسيره مع الناس. تمام. لان طبعا يعني الظروف واللعبه طبعا بتختلف، بتجبر ان لابد من تدعيم بعناصر جديده، شكل يعني الامور بتبقى محتاجه طبعا اهتمام اكتر يعني. اكيد طبعا. هل في تكريم للفريق ده قريب ان شاء الله في النادي؟ انا بس حضرتك، انا عارف حضرتك بس برضه انت متصل بيهم يعني. لا طبعا انا ما سبتهمش ولا لحظه، مش عايز اقول لحضرتك يعني، انا حتى في المنطقه بيقولوا لي انت جهاداوي.
ولكن انا الفريق ده يعني دول ولادي، انا بدات فريق معاهم من 4 سنين من 5 سنين وانا بدات فريق معاهم وكان حلمنا، فالحقيقه انا مش قادر اسيبه يعني. وصلنا للمحترفين خلاص بقى كده، انتوا شيلوا الشيره واحنا ان شاء الله في المنطقه. هو الحقيقه مجلس الاداره امبارح على طول نزل تهنئه بالفوز والصعود، ووعدتهم برحله عمره في شهر رمضان ان شاء الله لكل الجهاز الفني والاداري واللعيبه. واعتقد طبعا ان هو لازم يتم ترتيب حفله او احتفاليه بالصعود، لان ده انجاز برضه اسكندري كبير جدا، ده يحسب لفرق اسكندريه طبعا بعد سبورتنج وسموحه والاولمبي لما يكون معاهم نادي اصحاب الجيل كمان. وكنا نتمنى كمان ان احنا نادي البنك الاهلي طبعا انا عارف، ولكن يعني معلش ربنا يوفقهم ان شاء الله ويلحق بينا ان شاء الله السنه الجايه. هو كل ده لمصلحه اللعبه في اسكندريه يعني، كل ما في اكتر من نادي في دوري المحترفين كل ما يبقى يعني افضل، تبقى اللعبه مستوى افضل هنا في اسكندريه. مفيش احنا عايشين أزهى عصور كرة قدم في اسكندرية. تمام. رئيس الاتحاد من اسكندرية، رئيس لجنة المشاركة من اسكندرية، لكن الأهالي العليا الحكام عضو فيها من اسكندرية. لما يبقى عندنا 4 فرق يا أستاذ أحمد في دوري المحترفين، يعني تلت دوري المحترفين من اسكندرية. فده يعني أنا شايف إن احنا الحمد لله في تقدم. برضو المنطقة يعني أنا برضو مش عايز أنسى دور المنطقة عشان بس ما يزعلش مني. أنت عارف حضرتك المنطقة بدأت مهندس عرفان بدير. الناس سابونا تماما من يوم تشكيل المنطقة الجديدة، وسابونا رغم إن احنا ما استلمناش رسمي، إنما سابونا إن احنا ندير الأمور. فالدكتور احمد رفعت الحقيقه الرئيس الجديد بتاع المنطقه، الدكتور احمد رفعت من شخصيات محترمه جدا، الراجل عامل نشاط وطفره غير عاديه. ايوه لدرجه الناس بتقول يعني اهدى علينا شويه بقى، احنا مش قادرين نكمل معاك يعني. يعني ادينا فرصه ناخد نفسنا. لا عامل نشاط، ونشاط ناشئين وبراعم بتاعه من ناشئين وبراعم الحمد لله. وعندنا يوم الجمعه الجايه بطولات البراعم كلها برضه فيها جديد سبورتنج وسموحه. ايوه وهنكمل على طول ان شاء الله بعد كده في دورات لل 96 والدورات للبنات ان شاء الله. أيوة. المواليد المختلفه بالاضافه طبعا للمنتخب مواليد 98 اللي تكون الحمد لله. تكون بيتم تدريبه، انا عارف بيتم تدريبه. يعني اتمرن 3-4 تمارين اليومين دول، ربنا يوفقهم ان شاء الله يا رب، وعاملين له فتره اعداد كويسه وان شاء الله يكمل معانا ونشاركوا بيه برضه في بطوله 96، دي هيكون اعداد كويس له. بالاضافه ان احنا بنفكر كمان ان احنا نسافر الفريق ده بره. يعني احتكاك خارجي كمان. ايوه. فان شاء الله يكون لنا يعني كلنا دور في نهضه الكره اليد في اسكندريه، ونحن نواصل النجاحات اللي حاصله عندنا، ونكون نشوف كل انديه اسكندريه رب في المحترفين ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. كابتن محمد عزيز بنقول لك بنشكرك على هذه المداخله، وبنقول لك الف مبروك صعود نادي اصحاب الجياد، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. اشكرك احمد بيه، واشكرك واشكر اهتمام تلفزيون اسكندريه بالرياضه وبكره اليد تحديدا. الناس غطوا امبارح الاحداث كلها وفي الملعب ومع حضرتك والنهارده كمان، فاشكركم وربنا يبارك فيكم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.